بمعدات يدوية قديمة ومخرطة خشب واحدة. أفنى عزيز فريج جل عمره يعمل في منجرته برام الله القديمة. 59 عاماً قضاها من سنوات عمره 72، حيث بدأ كعاملاً مساعداً لمالك المنجرة، ومن ثم مالكاً لها منذ عام 1967. نزلت على الصنعة عمري 17 سنة، اتعلمت عند صاحبها لسنة 63، اشتريت الدكان من صاحب المحل، وصاحب المحل سافر أمريكا وسلم المحل، وأنا ظليتني عليك. غيرت وكنت أشتغل بعد 67، اشتريت الماكينة هاي، صرت أتسلى عليها أشتغل عليها هواية، يعني حتى مش يعني تعليم محلات، يعني زي ما تقولي أو مدارس أو إشي. يستذكر فريج أدوات النجارة الأولى التي كان يستخدمها في السابق، ويقول إن بعضها تجاوز عمره 170 عاماً. كانت صعبة، شغل صعب، ويعني بالقص على الإيد، بيسوي على الماكينة على الإيد، كل شغل على الإيد، صعب يعني أشغال شاقة يعني القديمة. يخبو سوق فريج في ظل وجود المناجر الحديثة، فيقتصر عمله اليوم على صنع أدوات خشبية بسيطة كأعمدة الكراسي والسلالم والطاولات الصغيرة. في عنده مثلا واحد نجار عنده طقم اسكملات زي هذا بده يخرطه، بجيب لي اياه. فيش عنده مش اقبال يعني متواصل اللي يشتغل الواحد فيه. انا بس العادي يوم بكون شغلي اول باول انا بنبسط، مش زي مثلا بكون شغلي كثير وهيك اشي. ورغم قلة العمل في المنجرة وبساطة أدواتها، لا يعول فريج على الكسب من ورائها بقدر ما يرى فيها هواية وإحياء للزمن القديم. بخبرته الطويلة وأدواته القديمة، استطاع عزيز فريج أن يحافظ على بقاء هذه المنجرة كإرث فلسطيني تاريخي قديم. من مدينة رام الله، دعاء سوري، تلفزيون وطن.